على تدخل فريق بني نصار. هناك انضم المدرب كرة مباراة ما زالت جميلة وروحية كبيرة في الملعب لا للنرفزة لا للنرفزة. هناك مباراة كبيرة وجميلة وروحية عالية روحية عالية في الملعب بين اللاعبين لا للنرفزة. هناك مباراة جميلة وهناك تدخل نرى لاعبين مصابين. ماذا يقول سيد الحكم؟ يقول هناك خطأ. معنا هنا الصحافة شوف تي في، الصحيفة المعروفة مشكورة شوف تي في. نريد أن يكون نهائي كبير وكبير والله العظيم. إن الكرة متنفس الجميع، روح رياضية كبيرة في وسط الملعب ما بين اللاعبين ولم نرى هنا أي نرفزة. على سر الجمهور روح رياضية على سر الجمهور تعود الكرة ضربة نار لفريق بني أنصار. مباراة كبيرة اليوم بين فريقين تعادل سلبي يغمر المباراة. جمهور تحية للجماهير، تحية للجماهير الغفيرة الكبيرة التي تؤازر الفريقين. جماهير تعود الكرة رقم أربعة السلام عليكم. شي نهار انا وجد نتسانى تيبون شي نهار وجد نتسانى تيبون الشوطي إذا
متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الناظور. طبعا نهائي دوري رمضاني مثير اللي شاركوا فيه طبعا ازيد 16 الفريق من مختلف احياء مدينة الناظور. طبعا الان نهائي دوري اولاد بوطيب الفوقاني مع ثمزرة، فريق ثمزرة ديال بنينصر. كان حضور جماهيري غفير في هذا الأثناء هنا في حي أولاد بوطيب الفوقاني في نهائي دوري رمضاني مثير. وطبعا فرحة هستيرية للجماهير ديال حي أولاد بوطيب الفوقاني، طبعا نهائي دوري الرمضاني، نهائي دوري الرمضاني. طبعا الدوري هذا شاركوا فيه 16 الفريق طبعا من مختلف أحياء مدينة الناظور. والآن نهائي اليوم كتجرى نهائي ديال دوري حي أولاد بوطيب الفوقاني مع فريق ثمزرة ديال بنينصر. إذن هكذا الأجواء، هي الأجواء أجواء مثيرة وفرحة هستيرية للجماهير طبعا اللي جات من مختلف الأحياء هنا بمدينة الناظور لمتابعة هذا العرس الرياضي الكبير لنهائي دوري الرمضاني في حي أولاد بوطيب الفوقاني. طبعا النهائي اللي كيتجرى ما بين جوج ديال الفروق ديال الأحياء طبعا اللي تابع الناظور، طبعا حي أولاد بوطيب الفوقاني وفريق ثمزرة ديال بنينصر. كيف ما قلت متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، 16 فريق اللي شاركوا، جماهير ديال فريق ثمزرة، جماهير ديال فريق ثمزرة يعني حاضرة هنايا بقوة. فريق الجماهير ديال بنينصر والجماهير ديال حي أولاد بوطيب الفوقاني. إذا انطلاق الجولة الثانية من مباراة فريق حي أولاد بوطيب الفوقاني وفريق ثمزرة للبنينصر. دائما النتيجة متعادلة صفر لمثله خلال النهائي ديال الدوري الرمضاني. جماهير غفيرة اللي حاضرة هنايا مشجعين من مختلف طبعا مختلف الأعمار، رجالا وشبابا وشيوخا نواط. طبعا محاولة خطيرة لفريق ثمزرة. إذا كيف ما كتبوا لنا الآن جمهور ديال بنينصر، ثمزرة جيش الفريق ديالو في الأثناء هنا بمدينة. إذا Yeah.
جميلة جدا. هنالك إصابة على معظمنا حارس مرمى لفريق من أنصار. قدم الإسعافات الأولية هي الأول للحارس أن أنه مصاب. جماهير كبيرة اليوم تحضر معنا بهذا الملعب ما شاء الله، اللهم بارك. جماهير من كل مكان تؤازرنا تحضر معنا لمشاهدة هذا النهائي الكبير. مؤازرة الفريقين، جماهير غفيرة من كل مكان كل المدينة. هذا الملعب الكبير نتمنى إصلاحه، نتمنى من المسؤولة من جهة المسؤولة الإصلاح هذا الملعب وأن تأتينا بالعشب، لما لا؟ هذه الجمعية ناجحة بكل امتياز، قدمت جميع المواسم امتياز، نتمنى أن تنظر إلى الجهات المسؤولة من العمالة والإقليم والبلدية لإصلاح هذا الملعب، لما لا تأتينا بالعشب؟ إن شاء الله كل التمنيات وكل التوفيق للجنة المنظمة. نعود إلى المباراة. سلامات للحارس. ضربة مرمى، هنالك تغيير على ما أظن. الحكم يقول مواصلة المباراة، تحليل ينفذ الكرة عالية باتجاه المرمى. رقم 7 القديوي يحاول يراوغ، هنالك ضربة خطا. نعم، بكل خطأ لفريق النور. سيدي الحكم هنالك تغيير على ما أظن، تغيير هنالك تغيير لفريق النور. توقيت المباراة الحكم سيدي الحكم رشيد الكبير الذي حضر مباراة كبيرة في كل مكان. لا بس تنفذ هذا الخطأ، خطأ هذا القصيد لا أحذركم منه، إنه التقت الكرة ترجع إلى أناس في وسط الميدان. أخضرت من الكرة وذلك القلب دفاع خالد الذي يلقب بالمخضرم في الدفاع. ترجع الكرة لبن أنصار في وسط الميدان لتتقدم. كرة جميلة يراوغ بامتياز جميل هذا اللاعب. الله 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 الله، يستحق. نعم هنالك بطاقة صفراء، يستحق هذه البطاقة. جميل ما يقدمونه اللاعبين من بن أنصار، مهارات كبيرة بكل ما تحمله الكلمة. تنفذ الكرة عالية في وسط الميدان في منطقة، ترجع كرة خطأ، يعني الحكم عن خطأ أيضا. تنفذ بسرعة، تسديد يسدد لا يفضل الملعب التمرير. شنايدر يخرج الكرة بمواصلة، ترجع رقم 4 شنايدر يمرر الكرة بالزوح. بالزوح يراوغ هذا القصير، يتقدم يراوغ، ضاعت منه الكرة، ضاعت. تخرج جانبية، أناس ترجع، أناس شنايدر يوسف، هذا الأخو الإخوة يوسف. خرجت إلى أرضية الملعب، لم نرى المحاولات ولا تسديد على المرمى. ترفع الكرة عالية وترجع الكرة وسط اللاعبين في جانب يراوغ. هذه التمريرة رقم 4 يقطع الكرة شنايدر، يرجع لفريق الأنصار
هشام يقطع الكرة إلى خرجت إلى ضربة جانبية لصالح يوسف شنايدر. يوسف شنايدر ينفذ هذه الكرة
لم يخطئ في كثير من الأهداف جيدا في الأول لكن لم يحمل أهداف ولا شيء. سيد الحكم الكبير رشيد الذي حضر مباراة كبيرة في كل مكان. هذا الحكم بعيد عن ملك Thank you.